اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل. اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت. اللهم سخر لي الأرزاق والفتحات في كل وقت وساعة، ويسر علي كل صعب، وهون علي كل عسير، واحفظني بما ينزل من السماء وما يخرج منها وما يرى عليها يا كريم. اللهم سخر لي من يكون عونا لي على ما أريد وما أريد من أمور الدنيا والآخرة. اللهم سخر لي من هم أقوى مني ودوني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء والإجابة. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري. وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك أن تيسر لي أمري وتجعل الخيرة فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما بقيتني. أسألك اللهم أن تلزم قلبي كما ترغب وأن أتلوه على الوجه الذي يرضيك عني، وأن أعمل به، وأن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري،
وتغسل به بدني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني من كل شر. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. اللهم ألف بين قلبي وقلوب أهلي ومن اختلطت بهم، وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر. اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله العلي العظيم. اللهم في هذا اليوم سخر لي جميع خلقك، كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وأنل لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم بك أستعين وعليك أتوكل. اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقة، وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي، فقد ضاق صدري وتاه فكري، وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين،
ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.